السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا لاب جديد في السلسله اللي احنا بنشرح فيها تفاصيل حوالين الماب ريديوس. احنا خلينا كده نرجع مع بعض، احنا بدأنا ازاي. اول حاجه احنا اخدنا مثال بنتكلم فيه على الماب ريديوس كسيمبل جافا اكزامبل. بعد كده رحنا كمثال تاني قلنا طب ايه رايكم لو نضيف كومبوننت جديد في الماب ريديوس ونعمله امبلمنتيشن، سميناه كومباينر. واخدنا على نفس الاكزامبل بتاع الورد كاونت بس زودنا الكومباينر وشفنا الايفكت بتاع الكومباينر. طيب خلصنا الجزء ده. قلنا بقى طب تعالى نشوف ريال تايم، لا سوري، ريال وورلد اكزامبل اباوت الكومباينر بس مش في الورد كاونت، في مثال تاني، ده اللي شفناه المره اللي فاتت. طيب النهارده بقى خلصنا كده الجزء ده، هنشرح حاجه جديده. ايه الجزء اللي نشرحه النهارده؟ الجزء اللي نشرحه النهارده هو ازاي اللاب النهارده بنتكلم فيه ازاي نعمل كاستم كي رايتابل ان هدوب، ازاي نعمل امبلمنتيشن للكلام ده. خلينا نقول ان في هدوب انت عندك انت رايتابل دبل لونج رايتابل تكست اللي هو جزء من امبلمنت الرايتابل، وعندك اكتر من كلاس. طب افرض انا عايز اعمل كاستم رايتابل، طب ايه الابلكيشن بتاع ده؟ طب تعال نروح لاخر اللاب نتكلم عن الابلكيشن وبعد كده نرجع تاني للامبلمنتيشن. طيب في اخر اللاب احنا نفترض ان احنا النهارده عندنا داتا فيها جيوغرافيك لات ولونج، وانا عايز اقول مثلا عايز اعرف في كل لات ولونج عايز اعرف في كام هيت بتحصل في الداتابيز، او سوري في اللوكيشن ده في كام هيت بتحصل على اللات ولونج ده. فبدل ما بعمل انا في الوورد كاونت كنت بقى عندي وورد واحده وبكاونت عليها، لا النهارده احنا عندنا تو ووردز او لا تو لونج او حاجتين، ممكن سترنجات ممكن يكونوا انت ممكن لونج ايا كان، وعايز اكاونت عليهم. طب هل ده الاكزامبل الوحيد ممكن استخدمه؟ لا مش ده الاكزامبل الوحيد. طب تعال نفكر مع بعض. افرض انا عندي ادرس مثلا وعايز اعرف كم واحد ساكن على الادرس ده، حلو. فانا مثلا عندي اوبجكت هو ستريت وسيتي وبوست كود واتيفر، وانا عايز اشوف كم واحد يعني اتعامل على الادرس ده او كم واحد اشتغل او بيعمل حاجه على الادرس ده. فانا الكي عندي ما بقاش تكست. طب حد ممكن يقول لي مثال حلو بقى، يقول لي طب افرض انا هاخد التكست مثلا واقول كوما سيبريتد واحط دول كلهم از وان سترينج واحطهم از كي. هو ممكن بس احنا انا مش عايز ده، احنا عايزين بشكل تاني. طبعا في ابلكيشنز كتير، واللاب ده هنبدا هديكوا. انا كنت المره اللي فاتت قلت لكم انا عايزكم تجربوا تمبلمنتوا الافرج لينس بير وورد از ا ماب ريديوس اكزامبل. النهارده من احنا بدانا المره فاتت نكتب اللاب، نكتب احنا في اللاب. المره دي بقى كمان هحط لكم ابلكيشنز واقول لكم انا عايزكم تمبلمنتوا الابلكيشنز دي، يعني تقولوا لي تاخدوا الابلكيشن مثلا هقول لكم انا عندي لات لونج داتا وهديكم سامبل داتا واقول لكم ابنوا لي الماب ريديوس جوب او الكاستم رايتابل كلاس بتاعكم، وهحط لكم جوجل فورم انك انتوا تسبميت الجيت هاب ريبو بتاعك وانا هريفيو، ممكن ارد عليك لو سبت ايميلك او هرد على الجيت هاب اكونت على طول. هيبقى في هنا في اللاب الهوم ورك لابس هيبقى في تو اكزامبلز تمبل وداتا وجوجل فورم لكل لاب فيهم، وانا هحاول افيو لابس هيبقى هنفيدباك as soon as we can. طيب نرجع بقى لللاب نفسه. احنا شرحنا قبل كده عن ايه رايتابل، بس انا النهارده هجوسو يعني ايه رايتابل بشكل سريع. احنا قلنا ان هدوب عشان يسيريلايز الاوبجكت يعني عشان يسيريلايز الاوبجكت هو بيمبلمنت هيز كاستم واي يعني للسيريلايزيشن، وقلنا ان هدوب عشان ليه بيعمل سيريلايزيشن او ليه بيعمل الكلام ده هوت، قلنا عشان الداتا موفمنت بتوين النتوركس او بتوين النودز، وقلنا ان الطريقه دي عشان تخلي الدنيا سريعه او يعني هي نخلي الدنيا efficient، يعني مش افضل حاجه مثلا موف البريمتيف تايب هو عامل كاستم اوبجكت، هو انت لازم تمبلمنت الاوبجكت ده عشان تستخدم الفريم ورك. في جزء كده هنتكلم فيه برضه جه في دماغي كده دلوقتي انا ما كنتش محضر اقوله. في سبارك مثلا، سبارك بيستخدم، لما نيجي نخش في سبارك هتلاقي سبارك بيستخدم حاجه تانية، طريقه تانية ان يسيريلايز الاوبجكت. هنتكلم معاه يعني ازاي سبارك بيعمل كده، وازاي سبارك ليه سبارك استخدم السيريلايزيشن، وازاي اد فاليو للكلام ده. فكل فريم ورك زي هدوب سبارك فلينك هتلاقيها عندها
serialization method وهي بتعمل لها implementation او يعني بتimplementها عشان تقدر تعمل serialize الاوبجكت بشكل efficient سواء عشان تتعامل مع الميموري او مع النتورك او مع اي حاجه زي كده. طيب احنا شرحنا الكلام ده بس حطيت لكم تفاصيل وحد حابب يقرا اكتر عن الموضوع ده. هو طيب ازاي implement custom writable class؟ طيب تعالوا نتخيل ان انا عايز implement حاجه اسمها text pair writable او string pair writable. انا هوريكم ال 2 example النهارده. فاول خطوه ان انا implement interface اللي هو writable. حلو. طيب فاول خطوه انا هوريكم في الكود هنا لما نروح مع بعض. اول خطوه ان انا بimplement انا بنتكلم على السترينج. اول خطوه ان انا implement ال writable comparable interface. طيب نرجع تاني هنا. طيب implement ازاي ان انا استخدم كلمه implement؟ طيب قبل ما اخش في تفاصيل في ناس بعتت لي قالت لي احنا مش جافا ديفلوبرز ومعلوماتنا عن الجافا مش كبيره. طيب معلومه ليكم، انا اصلا مش جافا ديفلوبر وانا يعني برضه معلوماتي عن الجافا مش كبيره قوي، بس خلينا نقول ان احنا يعني احنا هنا بنحتاج الحد الادنى من معلومات عن البرمجه عامه. يعني انت لو شغال حاجه تانية سكالا مثلا بايثون ايا كان يعني هتلاقي حاجات ريلاتيف. طب لو في حاجه ليها علاقه بالجافا تحديدا وانت مش فاهمها، اما انك انت تحط لنا كومنتس يعني تحط لنا في كومنتات ايه الحاجه انت مش فاهمها وانا ممكن اديك ريسورس او لينك عليها، او لو حاجه صعبه حاولت مع اللينكات حاسين الموضوع ده كومون يعني في اكتر من حد مش فاهمه اكتب لنا في الكومنتات بتاعت الفيديو واحنا ممكن نعمل كاستوم فيديو زي ما نقول ايه يعني مينيمم يعني معلومات اللي هي عارف الحد الادنى من المعلومات في الجزئيه دي اللي هي الناس مش واضحه لها، سواء انا اشرحها او حد تاني متخصص فيها يجي يشرحها معانا على القناه. فلو انتوا حد مش واضحه عندكم انتوا لازم تقولوا لنا عليها. طيب اوكي. طيب اول حاجه احنا عملنا امبلمنتيشن للرايتابل كومبارابل ماشي، وبعد كده نيجي او تاني حاجه بنعملها هي ان احنا بنعرف الديفولت كونستراكتورز. طيب اول حاجه لما تيجي تشوف مثلا الاكزامبل ده في السترينج string pair writable هتلاقيني معرف empty constructor بعد كده constructor. طيب empty constructor دي لو حد مش بتاع جافا قوي هيستغرب يحس انها خبيه قوي. هو باختصار بدون دخول في تفاصيل وده مش الكونتكست بتاعنا احنا بنشرحه دلوقتي، بس هو في اي في جافا عامه لو انت عرفت اي كلاس هو جافا بتديك اوبشن كده هديه بتديك الديفولت كونستراكتور من عندها. طب لو انت عرفت كونستراكتور كده انت خلاص جافا مش هديك الديفولت كونستراكتور هتستخدم الكونستراكتور بتاعك. طيب كفريم ورك زي هدوب مثلا، طبعا في فريم وركس بتعمل الكلام ده بس هناخد اكزامبل على هدوب. لما هو بيجي دلوقتي هو عايز ينيشاليز اوبجكت من الـ من الـ من الكلاس بتاعك، فهو عايز انيشال يعني انيشال كونستراكتور يبدا ينيشاليز بيه الاوبجكت للكلاس بتاعك، لان هو بيستخدم حاجه اسمها ريفليكشن عشان يقدر يعرف الشكل الاوبجكت بتاعك عامل ازاي. فهو بيستخدم ريفليكشن بعد كده بيستخدم الديفولت كونستراكتور بيكريت بينشالايز اوبجكت، وبعد كده الاوبجكت ده بيبدا يملى الفيلدز فيه سواء بقى انت عندك نيم ايج هنا في المثال بتاعنا عندها ليفت اور رايت ايا كان. هو الريفليكشن هي مسؤوله عن الكلام ده لان انت في الاخر مديله جينيريك تايب مش ستاتيك تايب، يعني انت مش مديله حاجه معروفه من التايبس بتاعته، فهو بيستخدم الريفليكشن عشان يقدر يتعرف على التايب انت مديهوله. هسيب لكم في اللينكات تفصيله سنه ليه الجافا محتاجه ديفولت كونستراكتور في الحاله بتاعتنا، ولو جربت انك تشيله خالص مش هيشتغل وجربوها وهديكم تفصيل اكتر، بس خلونا نتخطى النقطه دي ونخش النقطه اللي بعدها. طيب عندنا تو مين ميثود لازم نعمله امبلمنتيشن رايت وريد ماشي. هنا في الريد انا كل الرايت الاول حاجه احنا كل بنعمله ان انت بتوفررايت رايت ميثود بتسوي الـ IO exception وبتديها الـ first بتريت الـ first والـ second اللي هما الـ left والـ right. ونفس الكلام هنا في الـ input بتريد الـ input الـ first والـ second. طيب آخر حاجة في two functions ممكن تimplementهم وممكن تعملهم default. أنا قبل الفيديو ده كنت عاملهم implementation تاني حتى شفتوا الـ merge الـ pull request لو أنا كنت عامل implementation تاني ليهم. انت ممكن تمبلمنتهم بنفسك اي هاش كود، وممكن اكتشفت انت ممكن تعمل كده مثلا في الايديتور هنا جنريت وتقول انا عايز امبلمنت مثلا ايكوالز وهاش كود. طيب الايكوالز والهاش كود، ايه الايكوالز والهاش كود؟ الايكوالز دي هي فانكشن، نبدا بالايكوالز، هي مسؤوله ان هي بتشوف هل الاوبجكت دي ايكوال ولا لا، بتشوف هل هو بتريد تيست هل هم ايكوال ولا لا. والهاش كود هي فانكشن بتجنريت هاش كود للكيز بتاعتك ماشي ليفت ورايت.
او ممكن تستخدم اي فانكشن تانية، دي بس دي ديفولت. اوكي طيب بعد كده في عندنا كومبير، لو احنا برضو في فانكشن هنا خلينا نقول في فانكشن اسمها كومبير تو، لازم بتعمل امبلمنتيشن، والفانكشن دي هي سمبل بتكومبير التو اوبجكتس بعض. انت ممكن تعمل ديفولت امبلمنتيشن، ممكن تعمل كاستم امبلمنتيشن للكومبير على حسب اللوجيك بتاعك. في المثال بتاعنا هنا احنا عملنا احنا بس بنتست هل الليفت ايكوال ليفت، لو لا شوف الرايت، وعملنا امبلمنتيشن للنال سيف سترينج كومباراتور عشان لو واحد من الاوبجكتس بنال. ماشي ده مش الكونتكست بتاعنا، بس يعني ممكن تشوف اي طريقه امبلمنتيشن تانية. اوكي طيب نعيد تاني مع بعض. احنا عندنا ديفولت كونستراكتور، او الاول حاجه بتمبلمنت رايتابل كومبارابل، بعد كده بتديفاين ديفولت كونستراكتور وديفاين الانستراكتور ديفولت كونستراكتور، بعد الايميتي كونستراكتور، بعد كده تمبلمنت ال كونستراكتور على حسب التايب اللي انت عايز تديه. هنا مثلا عندنا ليفت ورايت اللي احنا عايزين نديه له هنا. بعد كده بتوفرايد الرايت ميثود، بعد كده ريد ميثود، المفروض اوفرايد التو فانكشنز دول. بعد كده عندك الايكوالز والهاش كود، بعد كده تو سترينج، انت هنا شكل الداتا هيبقى عامل ازاي، فانا اديته كوس ليفت كوما رايت كوس. ماشي بعد كده هنا الكومبير تو. طيب خلاص كده احنا عرفنا الديفولت التايب بتاعه. هنا نيجي نروح للمابا. في المابا هو نفس الاكزامبل اللي قبل كده، الاختلاف الوحيد ايه هنا، ان انا قلت له انت هتاخد لونج، هتاخد يعني لاين نمبر، وهتاخد تكست، بس هطلع لي بقى سترينج بير وهطلع لي لونج. طيب ايه ازاي هطلع الكلام ده؟ انا هنا هيدخل لي، تعال نشوف سامبل داتا. مثلا انا عندي هنا واحد اسمه جون دو، وده الديت في بيرث مثلا، ولندن يو كي، مش عارف واحد احمد نوري، واحد ده الديت في بيرث ليفربول يو كي، محمد علي جناح مثلا ده الديت في بيرث، ده المدينه البلد، نفس الشخص تاني تقريبا ده وقت اتنقل في لندن يو كي، وانا عايز اطلع اشوف كم يعني اسم الشخص فيرست نيم واللاست نيم، واتذكر كم مره في الفايل ده. حلو فانا اعمل ايه؟ اول حاجه انا بيدخل اللاين از سترينج، فعملت سبليت على الوورد، فكده هيطلع لي الوردز سبليتد. حلو هاخد اول وورد اللي هي دي ودي از كي وفاليو، سوري از فيرست تو سكند بير. ماشي والفاليو ستاتيك 1 اللي هي لونج 1. حلو طيب ده كده ال ايه المابا. طب الريديوسر زيه هو، بس الريديوسر داخل له سترينج ولونج، وهيطلع سترينج ولونج. هنا هنصم اللونج، هنصم الفاليوز ذكر كم مره، وبعدين هنكتب الكي اللي داخل زي ما هو، والريزلت اللي هي السم. طيب الدرايفر شكله عامل ازاي؟ طيب الدرايفر هنا هو زي كل حاجه زي ما هي، الاختلاف الوحيد زودناه ان المابر السيت مابر كلاس لا مش ده السيت الاوتبوت كي كلاس هو السترينج بير رايتابل. احنا هنا حطينا كاستم رايتابل مش لونج ولا انت ولا الكلام ده. طيب لو جينا قلنا الكود ده المفروض انه ما يضربش ويشتغل على طول ولا اي مشاكل. طيب حلو هو خلص اهو، قال لك عند محمد علي جناح 2 جون دو 1 نوري 1، لو زودنا واحد تاني هيشتغل. ماشي ماشي انا بس عشان لعبت في الكود، تعالوا نزود كده نفس الشخص ده تاني ونديله مثلا 91، وتعالوا نشوف بس نتاكد انه شغال عشان لعبت في الكود ده قبل الحلقه. المفروض يطلع 2 تمام كده اشتغل مظبوط. احنا ايه تاني عايزين طيب احنا في حاجه بقى انا مش حاططها قبل كده وانا حطيتها هنا عشان نشوفها دلوقتي. احنا الريديوسر كلاس هنا بيعمل ايه؟ بيصم على values long values. ففي حاجه في الماب ريديوس ديفولت امبلمنتيشن لحاجه اسمها long sum reducer، ده بيعمل نفس اللي احنا بنعمله. احنا لو شلنا الريديوسر كلاس بتاعنا استخدمنا الديفولت هنلاقيه بيعمل اللي احنا بنعمله، يعني لو نوت كده تاني المفروض يطلع لي نفس الاوتبوت اللي انا طلعي دلوقتي. خلينا نشوف كده ثانيه واحده اهو نفس الاوتبوت طلع لي مفيش اي اختلاف. الديفولت ريديوسر دول مفيدين جدا انك انت ممكن تبص عليهم، ممكن تستخدمهم في بعض الابلكيشن بدل ما تقعد تعمل تكتب كود وهو مش لازم هو اوريدي امبلمنتد. طيب
اكزامبل تاني قبل الحلقة دي برضه كنت ابص عليه. طب هل لو انا عايز اعمل نوع جديد برضه بس تكست، انا عايز بقى ايه، عايز امبلمنت اعمل نوع تاني اسمه تكست بيرايتابل، بس انا عايز بقى يا اما ياخد تكست يا اما ياخد سترنجات يا اما وبياخد ديفولت زي ما هو برضه. طيب ايه الاختلاف في البتاع ده؟ هو مفيش اي اختلاف، هو زي ما هو، بس انا قلت اوريكم لو انا عايز اخد تايب مختلف، يعني عايز اجنريت نفس الفكره بس باستخدام التكست مثلا، او ان انا اعرف نوع تاني مختلف من الرايتابل. وده المفروض ممكن تستخدموه في الهوم وركس اللي هنديها لكم، المفروض ان هي تكون سهله وما تكونش صعبه. برضو خدوا بالكم انا قلت الكلام ده قبل كده، ان انت ممكن واحنا بنتكلم على اللاب هنا تلاقي ان طريقه الامبلمنتيشن دي مش افضل حاجه. امبلمنتيشن مثلا ان احنا نكتب ايكوال فانكشن مثلا، انا هنا دي جنريتد من الكود، ممكن طريقه ثانيه افضل للايكوال، او مثلا حد يقول لك اصل في حاجه ثانيه موست اوبتمايز مثلا ان انا اكومبير اوبجكتس بعضها. انا ما عنديش مشكله، ولو حد شايف اي باجز في الكود يبعت لنا يعمل بول ريكويست وهنرجع على طول لو هو في باج في الكود. بس ان جنرال زي ما قلت لكم احنا الهدف ان احنا نجيت يعني نفهم ازاي نفكر في المبادئ دلوقتي. انا لو عندي بروبلم دي هدفها ان انا اعمل حاجه كاستمايز مش جينيريك في هدوب. طب ليه انا محتاج حاجه زي كده؟ في سؤال كده مره حد ساله لي، اي طب احنا دلوقتي عندنا في سبارك مثلا يعني كل حاجه ديفولت، هل انا محتاج اعمل الكلام ده؟ دي حاجه ممكن ناس كتير مش متخيله، بس في سبارك ممكن تعمل حاجه زي كده لو بتستخدم ار دي ديز، ولو انت عندك كاستم فايل فورمات مش موجود له مثلا ديفولت امبلمنتيشن في سبارك، ممكن تضطر تعمل حاجات زي كده. اكزامبل لو حد بقى سبارك جيك يعني، جرب اعمل امبلمنتيشن سيرش على نوع فايل اسمه جي ار اي بي فور بوك جريب 2 ويذر، ده نوع فايل للويذر فورمات يعني ناس تستخدمه على الويزر، وفكر كده اعمله امبلمنتيشن بروسيسنج باستخدام سبارك. دي مالهاش علاقه بهدوب، بس يعني عشان دايما في ناس تقول لي ليه محتاجين نعرف الكلام ده في هدوب ما نخش على طول على سبارك الكلام ده، او لو انت مش عارف معلومه زي كده يعني هتعرف تعملها في سبارك بس انت مش هتبقى فاهم هي ماشيه ازاي يعني. احنا كده خلصنا الجزء ده. طبعا كالعاده الكود احنا بنبوش كل الكود على جاش اديوكيشن هدوب بروديوس اللاب 4، هتلاقوا كل الكود موجود هنا اهوت. برضه ممكن بعد الحلقه مثلا اكتشف باج في الكود ولا حاجه، فانا هعمل له فيكس او بوش، يعني مش كود ده مش افضل حاجه موجوده يعني، واي حد فيكم لها مشكله يعمل فورك وابديت ويعمل بول ريكويست وانا ابروف على طول. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.